إنشاء مجمع اتصالات الجزائر ليضم كل من موبيليس واتصالات الجزائر ووكالة الاتصالات الفضائية. مهمته الإدارة الاقتصادية والتخطيط والتسيير في مجال الاتصال، تغيير يرى فيه الخبراء خطوة فعالة لتحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بالتعاملات التجارية للشركات المجتمعة. هو التجمع مليح، يعني يخلي المؤسسات، هذه المؤسسات يعني تتعاون فيما بعضها وتحاول كيفاش يعني تنقص التكاليف لما تكون نفس الخدمة اللي تحتاجها كل المؤسسات، فعوض لكل مؤسسة تمضي عقد مع مقدم خدمات، فالمجمع هو اللي راح يمضي هذا العقد تاع الخدمات ويوزع الخدمات على التجمع، وهذه تخلي التجمع انه يناقش الأسعار مع الموزعين تاعو مع الممولين. الاستقلالية في التسيير تبقى أهم عامل لتحول الطابع الإداري للمجمع إلى طابع اقتصادي يحقق أرباحا حسب ذات الخبير. هذا الهولدينج هذا هل تكون عنده استقلالية كمؤسسة اقتصادية أم يصبح دائما تابع لوزارة من الوزارات ويتلقى التعليمات والأوامر من الوزارة؟ ونحن نعلم بأن الوزارات لما تتدخل في تسيير المؤسسات، الوزارات عندها يعني توجهات سياسية، فتصبح هذه العملية وهذا المؤسسة يسيس تسييرها، ولما يسيس تبتعد عن الجدوى الاقتصادية وتبتعد عن المنافسة التجارية. إعادة النظر في النموذج الحالي لإدارة المؤسسات العمومية المشرفة على قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضرورة تنظيمية واقتصادية تفرض نفسها الآن أكثر من أي وقت سابق. فهل تملك الوصاية كل العوامل والأدوات الكفيلة بتحقيق الانتقال المرجو والوصول بمجمع اتصالات الجزائر إلى نتائجه المتوقعة؟